هنا الناس ايه؟ هو انا لسه هفرج عليكم. طب ايه ده؟ ايه عليكم؟ اوعى تقولي حضرتك ان في واحد خاين هنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عايز اقول لكم من عنوان الفيديو كده، انا النهارده هعمل مفاجاه، وان شاء الله الفترات الجايه هتلاقيها كلها مفاجاه. هو ده مفاجاه او مقلب؟ يعني مقلب او مفاجاه، احسبوها زي ما تحسبوها. المهم عايزكم ترحبوا معايا بخال عمده. منور يا عمده. عمده يا جماعه والله هيصورني في المقلب ده ويساعدني، وانا المفروض اكلم حبيبه صاحبه ياسمين عشان نعمل المقلب دوت فيها، بس انا لسه ما اتفقتش مع حبيبه. هطلع على الكافيه واكلمها اتفق معاها. اتفرجوا على الفيديو للاخر، هنجننها. واللي جاي كله فعلا موب بامر الله، وفي مفاجآت كتير. اهم حاجه لو اول مره تتفرج علينا ما تنساش اللايك الجميل واشترك في القناه عشان احبك فاكر. عمده اخويا عمده هو اللي بيصور دلوقتي، وانا هكلم حبيبه من التليفون التاني عشان اقول لها اللي هيحصل او اتفق معاها يعني، وربنا يستر. المهم يا رب ترد. فكرك هترد؟ هترد. بس الفكره بقى ان هي هتطول. اديك مني 100 جنيه لو هي ردت. مش هترد، انا عارف دي بتنام على طول. زي ما انا دلوقتي نايمه. الو كشري حبيبه. لا ما غيرتش رقمي. ده خط التاني، خط التاني. انت يا اخبارك؟ كل سنه وانت طيبه. معلش بقى من اخر مقلب يا حبيبه. بصي على الدغري، انا دلوقتي بصور فيديو تمام قبل اي حاجه عشان برضو تبقي معايا وعارفه. مقلب؟ لا مش مقلب، هو مقلب وفي نفس الوقت مفاجاه. لا الناس هتقول لك منوره يا حبيبه في الكومنتات عشان خاطر منوره يا حبيبه، ويقولوا لك تسلم ايدك ان انت اللي جبتيها. يعني انا كل اللي هطلبه منك ان انت هتكلميها تقولي لها انا في واحدة صاحبتي كلمتني وقالت لي ده كشري قاعد هنا مع واحدة في كافيه، وانت تديها العنوان. ايه؟ ما قالتش. لا والله مش والله مفاجأة، والله مفاجأة يا حبيبي، والله صدق اخوكي، والله مقلب. هعيط. لا والله لا، اسمع اخوكي، انت بس كل اللي هتعمليه ان انت هتحضريها. فهتحضريها ازاي؟ ما انت قبل كده، انت قبل كده كنت مساعداها ان هي تحضرني. فانت بصي هتكلميها. لا وهتقلب عليكي ليه يا ستي؟ ده حاجه هتبسطها يعني. مطلوب من حضرتك ان انت هتقولي لها العنوان اللي انا قلت لك عليه ده دلوقتي عشان هي تيجي. هتقول لك متاكده؟ قولي لها متاكده انه قاعد معاه بنت. تمام؟ كلميها وكلميني قولي لي ايه اللي حصل. يلا. ايه؟ انا عايز اسمع عليك يا كريم. بقول لك انا اقول حاجه، اتصلت بيها وقلت لها وهي ما صدقتش، قالت لي اللي هو لا يا ابني كده نايم وما صدقتش خالص، مش هي بتخليك معايا تمام، فالموضوع هيكبر صدقني. يبقى هي كده، يبقى هي كده هترن. انا اقسم بالله اعمل التليفون وضع طيران، اقسم بالله هي كده هترن. الموضوع عشان هي خلاص. لا وايه، انا كده هقفل التليفون ده هتشك اكتر. هقفل التليفون ليه ومش عارف ايه، هفتح التليفون وهرجع اكلمك تاني. هتكلمني كمان شوية اوريدي، يعني قالت لي هتشوفك وهتكلمك. خير، خلصانة. خلصانة ماشي. لو حصل أي جديد اديني رنة. خلصانة ماشي. يلا سلام. باي. أنت فين يا كريم؟ أنا في البيت. في البيت؟ متأكد إنك في البيت؟ آه في حاجة ولا إيه؟ طب اديني طنش عشان كنت عايزة أسأل على حاجة. مين؟ عايزة خمس. ما نزلت. نزلت تجيب الأكل. والله؟ آه. عمر نزل عنده تمرين كوره. والله؟ اه. انت مين عندك في البيت طيب؟ مفيش حد، ابويا لسه ما جاش من الشغل، وامي نزلت تجيب الاكل، وعمر خاب بعضه وراح يلعب ماتش. وبعدين ايه الاسئله الكتير دي؟ تتساليني كتير ليه؟ اكيد انت بتحور يا معلم. بحور يا معلم؟ اه انت بتحور عليا يا كريم. لو انا حور عليكي ليه؟ والله انت بتحور عليا، انت بتحور عليا، انت ليه وانا حور عليكي ليه يا ستي؟ انا زي ما قلت لحضرتك انا في البيت. طب يا كريم ماشي، انا شوف انا هاجي لك البيت بقى اللي انت فيه ده. تنوري. ماشي سلام يا كريم. سلام. قفلت السكه في وشي. تفتكر ايه؟ اتجننت بقى. هيحصل حاجات كتير قوي. هيحصل حاجات كتير قوي، ده ربنا يستر.
انت متاكد ان انت في البيت؟ وبعدين تلاقي تقصي مني انا مش عامل حسابها، قلت لك طب اديني ماما، طب اديني اخوك، طب اديني مين اللي عندك في البيت، هيكون مين اللي عندي في البيت يعني اللي انت بتقوليه ده. شفتوا انا كلمت حبيبه دلوقتي وهي هتكلمها هتقول لها ان انا قاعد فوق معايا واحده وربنا يستر وتيجي مجنونه هي انا عارف ان هي هتكلمني، فانا هصور بالتليفون من هنا عشان هي انا عارف ان هي هتكلمني، فانا اصلا قافل تليفوني. كلمني ارد عليها اقول لها لا ده انا في البيت، خليها تيجي هجننها اكتر. خلصانه؟ اتفرجوا كملوا كملوا يلا يلا. يعني هي جايه دلوقتي؟ يعني ربنا يستر ربنا يستر بجد انجوي. انا قلت لك باشا انت عندك العيبه باشا يا اسطى. ايوه انت بقى عليك كل حاجه. ايه انا اشيل يا باشا كل حاجه، انت عندك العيبه يا صاحبي. طيب يلا 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 سلام. كلام العاده الرومانسيه اللي المز قاعده فيها معايا عشان هي تيجي تقعد هنا ياسمين اول ما تيجي، فانا ايه اقوم حاطط دي هنا. المفروض احنا جايبين اتنين ليا انا وامان، بس انا هشيل دي من هنا اسيبها وانا هنا. اوكي هي عارفه ان انا ما بستخدمش الشاليمو، فبنت اكيد هتستخدم الشاليمو. حلو انا هقعد هنا كده باشا زي ما هي لحد لما تيجي ونشوف ايه اللي هيحصل. تملي معاك ولو حتى بعد عني في تملي معاك حبيبي وحشتني. انت كمان يا ماما. طب ايه ده؟ طيب ايه ده؟ ايه تقول ايه ده؟ ديب ديب عامل ايه؟ الحمد لله مبروك على بيتكم اللي اتقلب كافيه. ايه ده يا حبيبي؟ ايه مين معاك هنا؟ مفيش حد معايا. لا قول لي حبيبي طبيعي عشان الناس بتتفرج علينا وقت صوتك. هم لسه هيتفرجوا على اللي انا هعمله. ليه هتعملي ايه؟ هي هتشوف مصارعه دلوقتي. حلو مصارعه. فين بقى الشمامه اللي انت جايبها؟ شمامه؟ طبيعي دي تبع اسمنا عادي. عادي الناس بتتفرج. طب ماشي الناس بتتفرج علينا. طب فينها؟ بقول لك الناس بتتفرج علينا. طب فينها؟ فين حاجتها؟ طب ايه اللي انت بتدوري على ايه؟ اللي فين؟ في الحمام. اوعى. خلاص بقول لك الناس بتتفرج علينا. ما تتفرج هم لسه هيتفرجوا. على فكره انا مش زعلانه. تكون فاكر ان انا بقى زعلانه وهتتسحب عليك يا حيوان. طب بس هي دي تعالي هنا تعالي عشان بس. طب خلاص طب اقعدي. كلك على بعضك مش فارق معايا. طب ما ده حاجه كويسه. خدي بقى طب اقعدي. طب اقعدي. طب انا هروح اجيبها من الحمام. طب اللي هتجيبيها منه اقعدي. طب اهدي خمس دقايق. طيب مش حاجه. اوعى السلسله هتتقطع والدنيا هتبوظ. وبصي ورمت ايدي. اهدي خمس دقايق. الناس بتتفرج عليك. اوعى. طب ممكن تهدي دقيقه. اقعدي. جايب لها فيروز تاني يا نايتي. ايه اللي جايب لها فيروز؟ قدمت لها ولا لسه؟ هو في حاجه هتقولي؟ لا لا في حضرتك اجي واحد خاين هنا. ايه 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 جايب طب فرحة طبعا عشان الناس. خلاص انا لا مؤاخذه مؤاخذه انا بس الناس قاعده واتفرجتي علينا. ايه انا لسه هفرج عليكم. طب ايه ده؟ ايه عليكم وعليك يا حبيبي؟ اوعى. خلاص يا مكانه مكان حضرتك بعد اذنك يا استاذ. انا خلاص. طب انا اسف بس عادي. طيب عادي. اوعى. طب عادي انت عملتي قلق وعملتي نوش. اللي اوعى اوعى يا بنتي. مقلب بهزر يا ياسمين. اوعى يا كريم. اوعى هتفرج علينا الناس. انا لسه. طب الناس اتفرجت. خلاص طب خلاص خلاص. طب عادي هكتفك. مقلب قلنا. خلاص عادي مقلب. بصور هناك اهو اهو. بصي اهو. اوعى اوعى بصور هناك اهو. مقلب والله بقى. والله بصور. والله ما جايب حق اهو. بصور من هناك. الكاميرا هناك اهي. خلاص بصور. انا بقول لك خلاص. ديب 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 كل ده ضرب. اقعدي وبسجل من هنا. اقعدي بقى. والراجل ده ما لا هو الراجل مش تبعي بصراحه. هو الراجل هو اللي جه كده. اقعدي بقى. هحضر لك مفاجاه. مش عايزه منك حاجه. تعالى هتعيط. طب اقعدي. والله انا مصدقاك. والله ما مصدقاك. متفق مع حبيبه. مش حبيبه من اللي مكلماكي. انا متفق مع حبيبه. حبيبه فين؟ مفيش حبيبه. بصور قلت لك عمده صاحبي عشان انت ما تعرفيش عمده. اول مره تشوفيه. مقلب مقلب.
ادي بقى اهدي الشر والله العظيم. بص بص ايدي بص ايدي خلاص تعالى بص قرب على ملامح وشها. زعقت في الراجل قلت له ده انا لسه هفرج عليكم الناس انا انده للراجل ده اتاسف له. راح فين؟ ما استاذنك انت هو اللي كان واقف معايا. يا لهوي يما ايه اللي انت حبيبتيه ده يا ياسمين؟ استاذنك ثانيه. ايه يا ماما بهزر عادي ده مش هزار. ده مش هزار. ايه ده مش هزار. انا اسف انا كنت بصور. اسم حضرتك ايه معلش؟ استاذ وليد. انا كنت بصور مقلب. انا اسف الكاميرا هنا ده بعد اذنك ان هنزل الفيديو معلش على الشوشره دي. انا اسف حبيبي سنسور تسلم. عادي ما والله ما همشي لان مكان اتفرج عليا. مكان اتفرج عليا انا. الناس البنات اللي قاعده بالرجاله اتفرج عليا وانا بتضرب. عادي طبعا انا ماشي انا ماشي والله. لا لا عادي والله محضر لك مفاجاه. عادي عادي منك لله. عادي بقى الكشكول ده عنك عشان انا دراعي ده بوظ اضربي هنا شويه. خلاص بقى يا ياسمين عادي هفاجئها دلوقتي يا جماعه والله المفاجاه بتاعتي. وقف ده كده خلاص رومانسيه وافتحي كده. واو انبهار. يلا واحد واو. لا لسه مش دلوقتي لما تفتحي لما تفتحي يلا يلا بقى. هو انت بتجيلي هدايا كل يوم ما تخنقناش بقى. يلا خلاص هي راقت خلاص وفكت وهتهزر اهي حبيبي. يلا اهو يلا اهو يلا اهو بقى يلا اهو. ايه ده ايه ده حلاوه كده انت عمك كده. ايوه لازم اصرف ومكلف. بص بس ده حريمي بس ده حريمي. طلع انا طلع حاجه وطلع حاجه ثانيه. خروف العيد اكد يا بوشة. اهو ده راجل بيتكلم والله اهو. بس بيقول ايه؟ ما بس يتكلم والله. احنا مسا عليك ما عم. خلاص يا وحش ما خلاص يابا ارمي امك من هنا. عمال ماء ماء قاعد مع بوحه. بصوا جايبين الشوز ايه يا جماعه؟ خدت بالي ان هي ما عندهاش شوز اسود. لا لسه يعني ما جابتش واحد جديد. قلنا لازم نجيب احنا ايه؟ الفضل انا لسه جايبه واحد امبارح. انا هدي لامي لا تقول لي هديه ولا العيد. لا بس تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم عينيا. انت جيت في جمل يا باشا. ايه ده؟ وعدتك انك هتمسك اخضر يا بنت. مش قصدي الاخضر ده عايزه الاخضر التاني. لا ما ربنا يكرم بقى فلوس ترتبت وعدتها انها تمسك اخضر. يا عم ما تعلاش معايا يا عم. ليه ليه؟ وقتها ان هي هتمسك اخضر وادي الاخضر اهو. والاخضر اهو والاخضر اهو والاخضر اهو. بص يا حبيبتي اضيع كل فلوسي كل سنه وانت معايا وربنا يخليكي ليا. ايه بصي بصي وما لا اول مره اتفرج عليها ما تنساش تتابعنا. اشترك في القناه لو انت مش مشترك. اعمل لايك عشان احبك. سلام.